إن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمما ينبغي على المسلم، بل يجب على كل مسلم ومسلمة، أن لا يشرع وأن لا يتعبد الله جل وعلا بعبادة إلا على وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى. فأي عبادة لم يشرعها الله لا يجوز أن نتعبد الله بها، وأي عبادة شرعها الله فلا يجوز أن نعبد الله تبارك وتعالى على غير ما شرعها عليه. ولهذا يقول العلماء إن مبنى الدين على أصلين: الأصل الأول لا إله إلا الله، وهو أن تعبد الله، والأصل الثاني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن تعبد الله على ما شرعه الله. ولهذا ما من أحد إلا ويرد عليه السؤال: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وهما آيتان: ماذا كنتم تعبدون؟ الله تبارك وتعالى. وماذا أجبتم المرسلين؟ هل اتبعتموهم أو لا؟ فلا يجوز أن تعبد الله تبارك وتعالى بغير ما شرع، ولا يجوز أن تعبده بالعبادات التي شرعها إلا على الوصف الذي شرعها عليه. ولهذا ذكر العلماء الإجماع على أنه يجب على المسلم إذا شرع في أمر ما من قول أو عمل أو فعل أو عبادة أن يتعرف على أحكامها. ولهذا كل واحد منا خاصة ممن يتوجب عليه الصوم يجب أن يكون على دراية بأحكام الصيام، ولا يجوز لك الجهل أن تجهل هذه الأحكام. قد تجهل أحكام الزكاة لأنك لست من الأغنياء الذين يعطون الزكاة، قد لا تعلم أحكام العمرة لأنه ليس عندك مال الآن لتعتمر، قد لا تؤاخذ بالعلم بأحكام معينة كالإيجار مثلا لأنك لست ممن يؤجر أو يؤاجر، ولكن إذا صرت تتعامل بهذه الأحكام والمعاملات أو تطرق عبادة وجب عليك أن تعرف أحكامها. ولهذا فهذه نحو 10 وقفات مع هذا الشهر وما يتعلق به من الأحكام. أرجو من النساء الصمت. وقالت مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والصوم العبادة إلا في هذا الموضع، فالمقصود به السكوت، إلا السكوت ما عدا ما في مريم فهو الصمت حيث إذ نذر كما قال. فنرجو الاستماع. أول وقفة الشهر رمضان، قيل مأخوذ من الرمض، الرمض والحرارة وشدة الحر، يقال الرمضاء، لما يشتد حر الرمال يقال الرمضاء. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي يشتد حرارة الرمال فتختبئ صغار الإبل تحت أمها لتستظل ببطن أمها. وقيل مناسبة ذلك أن رمضان لمن اغتنمه بالعمل الصالح تحرق به الذنوب وتزال، إذ هذا الشهر موسم الخيرات والطاعات
والأجور والمثوبات والبعد عن الشر والسوء والمعاصي والسيئات. فالذنوب تمحق وتحرق في هذا الشهر لمن اغتنمه في العمل الصالح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أن جبريل قال له: من أدرك رمضان فلم يظهر له بعدا أبعده الله سحقا له. فرمضان تذاب فيه الذنوب وتمحق وتغسل النفوس من هذه الآثام. ولهذا جاء فيه أنه تغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنان، مما يدل على أن سبل الأعمال الصالحة مفتوحة كثيرة، ويضيق على العمل على أسباب العمل السيء. وهذا الفقرة الثانية: فرض رمضان في السنة الثانية للهجرة. رمضان فرضه الله على الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم السنة الثانية للهجرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهل كان الصيام في الأمم السابقة؟ نعم كان الصيام. فالصيام عبادة من العبادات العظيمة التي شرعت في الشرائع السابقة، وشرعت في هذه الشريعة أيضا، وكانت على نحو الوصف الأول، ثم وقع في هذه الشريعة تغيير كما سيأتي ذكره. فالصيام كان مفترضا في الشرائع الأخرى، وفي شريعتنا فرض علينا الصيام، وخصت الأمة بشهر رمضان، بشهر رمضان، وفرض سنة 2 من الهجرة. طيب، هل كان الصيام قبل ذلك؟ قيل كان الصيام على 3 مراتب. أولا كان يصام، كانوا يصومون 3 أيام، ثم فرض عاشوراء، ثم نسخ عاشوراء ففرض رمضان. قالت عائشة: لما فرض رمضان تركت عاشوراء، تركت عاشوراء. فإذا كانوا يصومون، والصيام والعبادة موجودة عند العرب من قبل، فكانوا يصومون 3 أيام، ثم جاء ما يدل على وجوب صيام عاشوراء على الصحيح من أقوال العلماء، ثم نسخ عاشوراء ففرض شهر رمضان. فالفرض كان في السنة الثانية للهجرة، وصامه عليه الصلاة والسلام السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، وتوفي في السنة 11 في ربيع الأول، فلم يدرك رمضانه. كم صام عليه الصلاة والسلام؟ 9 رمضانات. قال ابن مسعود: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. أكثر ما صمناه 29 يوما. النبي صلى الله عليه وسلم صام مع أمته 9 رمضانات، 9 رمضانات. هذه 9 أكثرها 29، وتسعة وعشرين يوم شهر، خلاف ما اشتهر عند الناس إذا صمت 29 يوم قال: أنا كلينا ننهار، يقول لك كلينا ننهار. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال: وهكذا. يعني قد يكون 30 وقد يكون 29 بحسب منازل القمر، والقمر قدرناه منازل ينزلها. إلى متى؟ حتى عاد كالعرجون القديم. شفت عرجون العرجون؟ إذا قدم ماذا يصير له؟ يتقوس، يقول لها على هيئة الهلال. كذلك القمر قدره الله منازل إلى أن يصير كالهلال، فيبدأ هلالا إلى أن يصير هلالا. هذه المنازل تتراوح بين 28 و29، فيكون الشهر 29 يوما، وقد يكون 30 يوما.
فهذا زمن فرض رمضان. الوقفة الثالثة افتراض رمضان كان أو كطريقة الصيام في رمضان مرت على مرحلتين. المرحلة الأولى على ثلاثة. المرحلة الأولى التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، فدية طعام مسكين، أو فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا أول أمر، لما فرض رمضان كان بالتخير، من شاء صام وهو أفضل، ومن شاء أفطر ويفتدي. ولهذا قال طائفة من العلماء: من كبر في السن أو مرض مرضا مزمنا لا يبرأ، فإنه إذا عجز عن الصيام ينتقل إلى الافتداء يطعم. المرحلة الثانية قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. صار واجبا على كذا، صار واجبا على كل أحد. أي الأولى: يا أيها الذين كتب عليكم الصيام أيام معدودات، وعلى الذين يطيقونه وأن تصوموا خير لكم، التخيير. الآية الثانية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. صار واجبا على القادر، وسنذكر من يجب عليه الصوم. المرحلة الثالثة: كان الصيام عند وجوبه على الطريقة السابقة. ما هي الطريقة السابقة؟ عند الشرائع السابقة، عند الشرائع التي مضت، إذا غربت الشمس تفطر، تأكل لا تأكل حتى تغرب الشمس، فإذا غربت فلك أن تأكل، لكن بعد الغروب إذا رقدت فلا تستطيع أن تأكل. فيعني إذا أردت أن تأكل قبل الفجر وطيلة الليل لا بد أن لا تنام بعد المغرب. فمن غربت عليه الشمس وأكل ثم نام ثم استيقظ لا يأكل. هكذا كان الصيام على الشرائع الأولى، وهكذا افترض علينا. وقع أن رجلا رجع إلى بيته ودخل على أهله فقال: عندكم شيء؟ قالت: لا، لكن أطلب لك، أسأل لك، أبحث لك. هذا حالهم الذي كانوا عليه أول الأمر يا جماعة، يعني النهار كامل هو يخدم وصائم ويأتي قد يجد وقد لا يجد. فذهبت لتأتي له بشيء، فلما جاءت إذا به قد نام، فقالت: خيبة لك، يعني رأي يعني اشتد الأمر عليك الآن، لا تستطيع أن تأكل. فلما كان من غد لم ينتصف النهار حتى أغشي عليه، فنزلت الآية. أول ما نزلت فنزلت الآية، وهي: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام. تفضل. يعني إذا غربت الشمس كل واشرب، سواء نمت أو لم تنم، فيحل لك الأكل إلى طلوع الفجر. هذه الحالة الثالثة عليها استقر صفة الصيام، هذه هي الحالة الثالثة، وهي الوقفة الثالثة معنا في هذه الأحكام. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك.